والله مطالبتنا من الحكومة يرجعون الجراج هنا على القديم، لأن بالدورة نتأذى من الكل تجي تركض وراك. زين احنا وين نحمل؟ إلا الجراج هنا سادينا، مين نتحمل؟ احنا دا نجي هنا أسبوع 10 أيام يلا يلحقنا سيرة. ليش؟ ياهل يجي من الشارع يقبط ويطلع وأنت نايم. شو يعني ينسى؟ نظام ماكو. أبد خربطة للأخير. زين؟ ونطلب من المحافظة والله من الدولة يسوون لنا شارة. زين تعبنا والله تعبنا. زين؟ يجي يرجعونا هنا على الجراج يم المحطة وأبوك الله يرحمه شعدنا وياهم. وليد نظام. هسه انتم توقفون بس تحملون من الدولة من اي من دولة بغداد. وأذية والله أذية. زين؟ خلف الله على ناس هنا خلينا شقة كهرباء عندنا وما خير من الله. بس يريد يرجعون هنا الجراج عدى على الجراج القديم كل شيء ما يريد من عندهم. حتى عمي ما عندهم فلوس احنا نطلع شفلات ننظف الجراج ونرجع نوقف بالاصول احسن ما يوميا عركات وبواري وعرضك وكلها ناس اكو بيهم ناس ما مرباين. فاحنا نريد نرجع النظام ايش عندنا وياهم احنا. حالنا حال العالم ننطي مال لاين ننطي مال انطلاقيه ما عندنا شيء وياهم. شلون الطريق هسه؟ والله الطريق خير من الله. ايش قد السعر؟ 10,000 دينار بالباص تبريد خير من ساعة. والله بالجاية يعني 6 ساعات نعمل الطريق بس براحة تعرفوا التأجراءات أمنية سيطرات دق حاسبة عمل لك كفيل يستمع لا 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 ماكو كفالة اللغة شيء كوب الحاسبة ما مطلوب الله ومحمد وعلي لا مطلوب يعني يريد يسوي له احنا الناس اللي الحكومة بين يرجعون الجراج هنا هناك بهذلة وغلط وماكو هيك يعني ناس طالعة من الطريق الله شاهد زين وبالنسبة للطريق أمان خير من الله وما شاء الله تبريد سيارات تبريد حديثة زين وخير من الله وما جاي نعاني من كل شيء بس نريد من الحكومة ترجع لنا هذا الجراج هنا هذا اللي نطلبه من الحكومة. ايش قد سعر المشاة؟ النفر 10,000 دينار. زين بالتاكسيات ايش قد الأسعار؟ بالتاكسيات لا 35 بالأوباما بالجرجر بالبهبهان 25 20 20 25 مو سوى. اكو نظام يعني يمشون عليه؟ لا لا والله ما. لا والله هنا ماكو نظام بالموصل. هنا ما عندهم نظام لان جراج ماكو. لا بالجراج اي بس هناك بجراج بغداد العلاوي لا نظام كل من سراه وحده. يعني هنا يجي يحمل. طبعا. احنا هنا جراج بغداد نطلع حافلات نقل مسافرين والوفود من الموصل الى بغداد. سعر النفر 10,000 دينار. تطلع الحافلات منا بس احنا المشكله مالتنا ما عندنا جراج. عندنا انه من نوقف بدوره بغداد مشاكل. المشاكل اما الجيش يجي يطلعنا أو الشرطة زين وإحنا ما عندنا مكان نقول لهم يابا نريد وين نحطونا مكان يقولون ندبروا لكم مكان للناشد رفعنا للسيد المحافظ بأنه يخصص لنا جراج بغداد وهسه الحافلات واقفة هذه هل تشوفوها هنا وبالمحطة نريد نرتب أنه الجراج يجي للمحطة حتى يرجع على جراج بغداد القديم أحسن من ما إحنا واقفين دورة المكعبات هي اصلا دوره ويصير ازدحامات وسيارات وارتال عسكريه ومشاكل فترجع الحافلات هنا بدوره بالجراج بغداد تكون افضل.